أكد سعادة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد على استمرار المؤسسة في تنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالأعمال الإنسانية وتعزيز القيم والرؤى والأهداف التي قامت على نهجها المؤسسة من خلال عملها في إطار الأعمال الإنسانية في المملكة وخارجها. جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج ترابط ثلاثة، حيث أشار إلى أن المؤسسة تدرس باستمرار إن المشاريع التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات والإنسانية جمعاء، منوها في الوقت ذاته على أن المؤسسة تعد إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مضيفا أن المؤسسة لديها الكثير من المشاريع والبرامج التي تتمحور حول مبادرات التواصل والتوعية بأهمية التكافل المجتمعي وإتاحة مجالات العمل التطوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية والارتقاء بالمجتمع البحريني، كما تعد حملة في النخير من أبرز تلك المبادرات. الجدير بالذكر بأن برنامج ترابط ثلاثة يهدف إلى الاستمرار في فتح نافذة لمزيد من المسؤولين لتجسد مبدأ التواصل المؤسسي مع المواطنين من خلال هذه الفعالية وإبراز إنجازات مؤسساتهم وهيئاتهم والدور الذي تقوم به وتسليط الضوء على التشريعات والقرارات والتي تأتي تماشيا مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. تكلمت عن تاريخ نشأة المؤسسة ومهامها لتقديم المساعدات إلى الأرامل والأيتام وأنواع الدعم المعيشي، الدعم الصحي، الاجتماعي، النفسي. تكلمت عن كيف جاءت الملك يشجعنا على تنمية موارد المؤسسة لكي نقدم أفضل خدمات مو فقط الآن بس أيضا في المستقبل، لا سمح الله إذا نتعرض لأي ظروف صعبة فالإنسان لازم يكون دائما حذر. فلدينا يعني محفظة استثمارية شرحت لهم تشكل من عقارات استثمارية، أسهم في شركات، وأيضا مبلغ من المال، بالإضافة إلى أهم شيء أن نعتني بأبنائنا في المؤسسة، تعليمهم، فتأسيس مركز ناصر كان دور مهم جدا وله دور مستقبلي في تعليم هذه الفئة واللي فقدوا مسار التعليم الرسمي، إضافة إلى العديد من البرامج.